هلا شباب، أحياناً ما بنعرف قيمة الشيء حتى نفقده. أنا صراحة في فترة معينة فقدت شيء غالي عندي، اللي هو الطموح والإرادة والهدف. كثيراً من الناس تسألهم شو هدفكم في الحياة؟ الجواب للأسف دائماً يكون والله للحين ما عندي هدف. عيل، لما تكون بدون هدف؟ برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة اختاروا أحسن 100 إعلامي شاب وشابة. يصنعون منهم أفضل جيل من الإعلاميين العرب تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان. والبرنامج هذا يعتبر أضخم برنامج تطويري إعلامي تشارك فيه أكبر المؤسسات الإعلامية والإعلاميين المخضرمين في المجال. تخيلوا معاي، إحنا أحسن إعلاميين شباب في الوطن العربي لهالسنة. لذا نباك تشتغل على نفسك وتحقق إنجازاتك وتخدم بلدك حتى تكون من أفضل القيادات الإعلامية العربية الشابة في جيلك، ونشوفك السنة الجاية. وبشرك، أنا رجعت أسعى وراء هدفي، وأنا فخور بأني مثلت بلدي وأقدم جزيل الشكر لبلدي الثاني، دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعطيكم العافية. صورتهم ولا انا ليش؟ انا ما صورتك. والله ما صورتك. عيل هذا شو؟ قاعد تصورني. لا انا والله تستاهل الخير. الله يسعدك. سلطان حبيبي، سلطان ياو ياو. سو سمود ماسك عود، حاط بعين حسود، ظهر مشدود، كاسب ما بين السود، لكن الزمن زمن ثعالب وثعابين، انا حزين، بردان ما ادفى، كلامي مقفى، اكبركم مخفى، لكني من صغر سني انا عارف اني.